أهلا بك سيد محمد. لو انتقلنا إلى الداخل الإيراني، كيف يعيش الشعب الإيراني هناك في ظل هذه العقوبات الاقتصادية التي تلاحقه؟ كيف هي الأحوال الاقتصادية لدى الشعب؟ نعم، طبعا الأزمة الاقتصادية الإيرانية غير متعلقة صراحة بشكل كبير في العقوبات، لأن عندما رفعت العقوبات الاقتصادية عن إيران بعد إبرام صفقة الاتفاق النووي ودخلت الشركات والاستثمارات وانفتح الاقتصاد الإيراني على العالم، أيضا لم يتحسن الوضع الاقتصادي. الأزمة الاقتصادية في إيران أزمة بنيوية بسبب النظام الاقتصادي الفاسد، يعني البنية الاقتصادية الإيرانية بنية غير صالحة، بنية غير نزيهة، باعتراف المسؤولين الإيرانيين، باعتراف الباحثين والاقتصاديين الإيرانيين، أنه وإن رفعت العقوبات عن إيران مجدداً أيضاً يبقى الفساد موجود، يبقى انتشار الفقر، تبقى نسبة البطالة مرتفعة. فالأزمة الاقتصادية في إيران صراحة أزمة مرتبطة بالنظام الاقتصادي في إيران، بالمؤسسات الاقتصادية في إيران، وأيضا يعني اليوم أنا أتكلم روحاني بشكل واضح وصريح جدا، يعني هنالك بدأت يعني بعض عندما تكون هنالك بعض الخلافات ما بين دوائر صنع القرار في إيران تظهر بعض الحقائق. تحدث أيضا يوم أمس روحاني وقال بشكل مباشر بأنه الأزمة الاقتصادية الإيرانية والوضع الاقتصادي في إيران أيضا مرتبط بسياسة إيران الخارجية. نحن لا يمكن أن نفصل الوضع الاقتصادي عن سياستنا الخارجية، وأنه السياسة الخارجية الإيرانية سياسة خاطئة وسببت في أزمات كثيرة اقتصادية، وأيضا أضاف بأنه يعني لا يمكن إدارة البلاد بهذه السياسة الخارجية. إذن يعني الوضع الاقتصادي في إيران وما يعانيه الشعب الإيراني غير مرتبط صراحة فقط بالعقوبات، لأن العقوبات الأمريكية الجديدة يعني عمرها ثلاث سنوات، والأزمة الاقتصادية الإيرانية عمرها أكثر من عقدين، ثلاث عقود. إذن نحن أمام الوضع الاقتصادي مرتبط بالسلطة، وهذه السلطة ليس لديها نوايا، وبالوقت الحالي في ظل العقوبات أيضا ليس لديها أي حلول لرفع هذه الأزمات. إذن الاقتصاد الإيراني مدمر بدون هذه العقوبات، ولكن من الطبيعي أن هذه العقوبات ستزيد من هذه الأزمة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. إلى أي مدى قد تنجح هذه العقوبات في إسقاط النظام الإيراني الذي يعيش في حالة تدهور أصلا؟ يعني العقوبات الاقتصادية أعتقد بأنها لا يمكن أن تكون هي العامل الأساسي في إسقاط النظام الإيراني، أو بإمكانها تسقط. هذا كلام يعني غير صحيح إذا نظرنا للواقع في إيران، ولكن هذه العقوبات تعطي مؤشر جديد للشعب الإيراني وللمتظاهرين في الشوارع وللناس التي خرجت بأن المجتمع الدولي يراقب إيران، العالم يراقب إيران ويفرض عقوبات ويعاقب إيران أيضا على سياساتها، وأيضا على القمع المفرط الذي يستخدم ضد المتظاهرين. يعني صراحة في عام 2019 في نوفمبر في الاحتجاجات الأخيرة يعني خذل الشارع الإيراني حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه قطع الإنترنت تماما. الدول الكبرى، الدول العظمى لم تستطيع أن تفك أو تساهم في رفع الحجب الإنترنت عن إيران، وقمعت الاحتجاجات والتي هي كانت يعني طيلة العقود الأربعة الماضية لم تشهد إيران هكذا احتجاجات بهذا الضخم وبهذا الحجم وبهذه الوتيرة وبهذه المشاركة الواسعة. فالعقوبات أعتقد أو حتى المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون هو العامل الأساس والرئيسي في التغيير في إيران، ولكن الإرادة ولكن العقوبات والمواقف الدولية ستزيد من يعني إرباك النظام داخليا وإقليميا، وتعطي مؤشر إيجابي للشارع الإيراني بأن هنالك مواقف دولية مؤيدة لهذا الشارع.